يخطب في مسجد السلطان بحما، مشهور حنفي هو، أحد تلاميذهم ألف كتاب اسمه حياة الشيخ محمد الحامد. مريض جيبوه على مستشفى المقاصد في بيروت رحمه الله، اجا واحد عم يقول ربي خلق طه من نور، من هو بشر؟ قام شو قال له؟ قال له انت خرجت من ديني محمد، هذا كفر، انا كذبت الايه، قل انما انا بشر مثلكم. قال له يتشهد، عمل له عقد نكاح جديد، قال له بدك عقد نكاح لانه على مذهب ابي حنيفه اذا واحد كفر سب الله والعياذ بالله بده يتشهد ويكتب كتاب جديد على زوجته لانه حرمت عليه، جدد النكاح. فقال له بدك تجدد النكاح بعد ما تشهد. كذلك مولد العروس هذا كذب على ملصق بابن الجوزي، بيقولوا الله قبض قبضه منه، في ناس بيقولوا من نوره، في ناس بيقولوا من نور وجهه بيأشر بايده. شو قال شيخنا رحمه الله؟ قال ما كفاه النطق بالكفر بل صار يمثل بالكفر، يعني يعمل ايده هيك، يعني على زعمه سيدنا محمد قطعه من الله، وهذا كفر. انتبهوا، ما تقرأوا مولد العروس، نحن نحتفل بمولد رسول الله.